زون ميكس. رجعنا لكم جديد في زون ميكس متواصلين مع ضيفنا رفيق المحندي حتى للخمسة متاع العشية. قبل ما نحكيو على الكواليس تاع مغادرتك للتوال حنا نسألك على الاسبيرونس. حكي سألتك بالك على التوال تمشي بعيد تشامبيونز ليغ اسبيرونس شنو حضورها تشوف؟ ولا نشوف عن إيه بالنسبة لي نسا ماتش بلان اللي عداوه ضد الرجاء في المغرب. رجاء خارج من الكاليفيكاسيون معناتها تري امبورطون في ماتش ديربي كبير اللي شفناه الناس الكل. عملت ماتش محترم جدا, حسمت الامور معناتها لصالحها. البارح شفنا ماتش اقل قيمه واقل فوليوم دو جو واقل اوكازيون كان نجم نقولوا كو لو ديرني ماتش. عن عامله دو فيكتوار نفس الشيء راه لو بلوز امبورطون تو مينيش يعني في تاريخ اللاعب اللي باش تلعبها لو بلوز امبورطون الكاليفيكاسيون والفيكتوار. توا الترجي نفس الشيء, ستة نقاط عندها دو سور دو, نفس الشيء بالنسبه لنجم الرياضي الساحلي. الحاجه اللي ممكن تخلي ليسبيرونس عندها كلاسوندون بسيكولوجي كونه حامل لقب دو فوا دو سويت, باش يعملوا كل شيء جوريت باش يلعبوا على لو تيتر القول قايل هازينو, مي لا تروزيام فوا دو سويت اي تري امبورطونت. فما مجموعة اللي دخلت جديدة في الاسبيرونس, صحيح فما عدم رضا على طريقة اللعب وعلى وإلا نقولوا احنا على الفرق اللي موجود بين الاسبيرونس تاع مناولي برشا انتونت بين الجور نتاعها وسناء مع دخول شوف عمناول الخير الاسبيرونس اقوى اي في طريقة اللعب واقفة اصح. فما ان ستيل دو جو ما لحمتش ليكيب اكيد هذا شنو قلت هذا شنو قلت لك, لكن سون توس دي جوور معناتها دو فالور ودي جوور اللي نجم نقول لك حتى افيك ان بو طون مانيش تو على الحكاية نقول لك انكور 3 4 ماتش في نفس الجروب مع بعضهم باش تصير اللحمه باش تولي اون ايكيب معناتها اوموجين وتشوفها تشوف دي روبير اي دي اوتوماتيزم خير حتى من عملي ولا نجم تهز تشامبيونز ليغ ثلاثة على التوالي. اكيد مرشحهم الزوز هي ونجم الرياضي الساحلي باش يكونوا معناتها عندهم شانس كبيره باش ينجموا ياخذوا تيتر. لو كان تهز ديسبيرونس تفرح فريق تونسي اكيد. انا بالنسبه لي راني ما عنديش حتى مشكله مع حتى جمعيه في تونس, صحيح تسميت على ليتواليست, اما راني نحترم الملاعبيه الكل, نحترم لي زيكيب الكل, لي زونترنور الكل, والحمد لله علاقتي به مع الناس الكل, مع جمعيه الكل, وش فيها نوم بروفيسيونيل خبزه مكتوب وفاء والاكسبيريونس وفات في النجم الرياضي الساحلي مشمر على ذراعي. ليتواليست ولا لا؟ اي اتواليست, اما وقت اللي نلبس كاسكيت المدرب بنولي ندافع ونضرب على ضرب. اي نعرف خلينا المدرب نحكي في الصغر اتواليست. انت من سوسه؟ لا اصلي من بحجر. بحجر ولايه المستير. نتشرف وتحيه اللي يسمع فينا الكل في ولايه المستير. باهي الجزء الثاني نحب نخصه اللي كنت وكيف تخرج من اتوال. للي ما يعرفش رفيق المحمدي الساعه خلينا نبداو قبل اتوال وين دربت؟ اول ما دربت في اوسط اهلي بحجر, وبعد الاكابر في اهلي بحجر, بعد النصر رياضي المزدور في الاكابر, خرجت البلجيكا. استهوتني الفكره من الاول معناتها كيما قلت لك اني جاتني فرصه باش نعمل ليكول دي زونترنور في بلجيكا. عملت لك ليكول دي زونترنور, درجت بالمستويات الكل نجم نقول لك من لو ستاد فيروا للوايت ستار في بلجيكا اللي كيب ديفيزيون 2 لو ار جي وافر لروي دي ام. جي في كمان ان باركور دو 16 سيزون في 18 عام, تسمى حاجه محترمه. جاتني الفرصه باش نرجع للنجم الرياضي الساحلي, وحلم كل واحد باش يرجع لتونس في مستوى نتاع فريق كبير. الشوا نتاع ليتوال الكونتاكت كيفاش بدا؟ الكونتاكت بدا مع مسيو لومير اللي هو زاد تربطني به علاقه احترام وتعاملنا مع بعضنا في دي فورماسيون عملناهم. ولا توصلنا مع بعضنا, هبطنا لتونس لسوسه, قابلنا رئيس النادي, تفاهم هو ومسيو لومير في الجزئيات الكل, وانطلقنا في الخدمه نتاعنا. مسيو لومير اول مره نخدم معه اون طونك ادجوان, اون طونك لومير كلمك اي اون طونك كادجوان. بقيت من الاول صعوبه بالحق على خاطر مش كيما مسيو لومير اللي اعطينا الفورماسيون وقتها مع بعضنا في منهم فورماسيون اعطيناها يا كيلكو يا 3 4 رون في لي فورماتور تاع النجم الرياضي الساحلي, كنا علاقه زملاء معناتها كيف هو عنده ماده واني عندي ماده نعطيو فيها وقت في الفورماسيون. كيما تولي لاسيستون نتاعو باش تولي فريمون اكثر مسؤوليه واكثر خدمه واكثر قرب, لقيت صعوبه من الاول. من بعث لي الكورون معناتها تعدى بالكدا, وعرفت كيفاش نتفاهم معاه في خاصة في كاركتير الصعيب في الشوا نتاعو وسي سويت. التجربة بصفة عامة كيفاش تقيمها؟
مانيش باش نكون متفائل برشا اذا نقول لك تجربه اكثر من ناجحه واكثر من ممتازه. تجربه لقيت فيها روحي، لقيت فيها ظروف باهيه، لقيت مجموعه اللي بالحق عاونتني، اللي وقفت معايا، نحكي للملاعبيه، فما لاكسبتاسيون نتاع لا فيلوزوفي دو مسيو لومير، من بعدها جات لاكسبتاسيون دو لا فيلوزوفي نتاع رفيق المحمدي. نشوف كونه نجحت في في في, في المسؤوليه اللي عطاوها لي، مشكورين اللي عطاوني المسؤوليه على راسهم رئيس النادي كيف جاتني الفرصه. فما سي مهدي العجيمي زاد نحييه بالمناسبه، مالقي خرج امن بيا سلوي كيما معناتها انفورمي كونه بعد خروج سي فوزي باش ناخذ الريسبونسابيليتي ولا لو برومي بوست. نتصور اني قمت بواجبي، ما نقصت حتى شيء، ما عطيتش حتى تقصير في واجبي معناتها تجاه جمعيتي، تجاه فريق كبير كيما النجم الرياضي الساحلي. و جو مسوي دوني افون، ما ضميري مرتاح، رضيت ربي سبحانه والجوريت والجمهور النجم الرياضي الساحلي في البريود اللي عديت. بعد خروج لومير علاش بدلت النتائج؟ صحيح فما فيلوزوفي جديده اللي هي فيلوزوفي نتاع سي فوزي، خاطر زوز راهم عندهم قوتهم، زوز دو زيكول ابار بالحق كي دي فوزي بن زرتي اسم كبير، الى في سي بروف ولا وين مشى عمل معناتها اثبت وجوده واثبت نتائجه واثبت لي تيتر اللي عملهم. سي فوزي حب يرجع للثوابت نتاعو، حاجه عاديه جدا. حب يرجع طريقة اللعب نتاعو اللي كان يلعب به في النجم الرياضي الساحلي واللي متعود يلعب به هو في الفرق الكل. سا بري ان بو دو تون فيو لي كاليتي دو جوار اللي عندنا، سون دي جوار تكنيك. طريقة اللعب نتاع سي فوزي تعتمد أكثر على لو جو ديريكت، على السرعة وعلى لا دوزيام بال، فهمت، اون روميز وبلوكاج وانسي سويت. هذاك اللي خلى الأمور معناتها تبطى شوية. جاتنا ماتش سي اس اس، كان ربحنا ماتش سي اس اس رانا ديكولينا، نحكي في الماتش في الكاد النهائي نتاع كاس تونس الدور النهائي. هذيك بوتيتر زاد تعطلت شويه، زاد دخلت لي جوار في الشك، عملنا لي دو فو با اون ديبلاسمون، ماتش الشباب الاردني في الاردن، ماتش حافيه كوناكري في كوناكري، ماتش لاشانتي، تعطلت الامور، صعبت علينا. سي فوزي اللي سي تروفي قدام امر حتمي كونه يلزمه يربح، يلزمو يترشح في البطوله العربيه اونكور اون فوا في البطوله العربيه، ما جاوبتش طريقه اللعب. مي ما فهمتش كيف كانت علاقتك مع فوزي بن زرتي؟ احترام كبير، احترام كبير، برغم اول مره باش نخدم معاه، من اول نهار ما ميالاس حطني في 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 حوايج اللي بالحق نجم اني نكون معناتها لاسيستون اللي يعاون، اللي يعطي كلمته، اللي يخدم على روحه. سي فري في التيران مانيش اني نخدم التيران، العكس من اللي كان مع مسيو لومير اللي اني ناخذ كل شيء. قلقك هذا؟ بس اكيد يقلق، ان اوم دو تيران ماذا به هو يكون في التيران، فهمتني؟ اما سي فوزي مستانس هو اللي يخدم وليزاسيسون نتاعو يسهلوا له المهمه، وهذا اللي صار. اما بالحق ما فماش حتى اي اشكاليه، سي فوزي ما عنديش برشا ملي شفته. باش نقول لك حاجه وقول انت صحيح ولا غلط، وكي سمعت بها يقال انك حرفت بعض الملاعبيه على فوزي بن زرتي. شنو عملت؟ حرفت بعض الملاعبيه. مستحيل. اني تو اني خرجت. سمعت كلام من النوع هذا؟ سمعت. سمعت وجاوبت، وبالحق ما نجمش نجاوب اكثر من مش صحيح، وهاكم الملاعبيه موجودين وتنجموا تتصلوا بالملاعبيه، وملاعبيه النجم الرياضي الساحلي موجوده توا قبلي اني وبعدي وقبل سي فوزي وبعد سي فوزي. وإذا كان أنا نحكي على مصداقية ونحكي مع الرجلة والثقة مع ملاعبيتي، ما نجمش أني نجي نهار ونقول للملاعبي أعمل هذه ولا هذه، مستحيل. أني نجاحي أني كيف جيت أسيستون، خدمت مع مسيو لومير أسيستون، كونتراتو داسيستون مع مسيو فوزي. كيفاش أني نحرض ملاعبي باش يسابوتي لو بريمي اونترونور اللي نتيج ونجاح، نجاحه هو بنجاحي أني وبنجاح المجموعة، استحالة. وقت اللي خذيت المجموعه ما كنتش نهار نحط ولا نحضر ولا نبني ولا نخمم باش ناخذ برومي اونترنور، باش هذا امرنا واضح. اذا كان باش نكمل شكون باش نكمل؟ اذا كان باش نحرض ملاعبي علاش كون باش نحرضهم؟ صحيح. تعتبر خذيت فوزتك كامله الفريق بعد خروج فوزي؟ لا. علاش؟ على خاطر نتذكر تم الاعلان انك باش تكمل اخر الموسم بعد تم التراجع على الديسيزيون هذا. انا بالنسبه لي اللي نشوفه كون ما عملتش حتى مونكمون. اظهرت جدارتي في التحكم في المجموعه، في طريقة اللعب، في طريقة الخدمة، صحيح فما مقابلات ما عملناش فوليوم دو جو كبير، أما انتصرنا،
المقابله الوحيده اللي هزمناها ملي خديت المجموعه هي مقابله النادي البنزرتي. برغم في المقابله هذيك الناس كل اجمعت كانوا النجم النادي الساحلي عدا مقابله كبيره في اوبستاكل معروف اللي هو ترحم سوسه، ما انتصرناش. خلى شكون ينجم يخمم وقتها في تغيير المدرب. هذه حاجه اللي نجم نكون اللي نحترمها، اي رئيس جمعيه ولا اي مسؤول يشوف هو كونه يلزم يبدل لونترنور. هذيك الفوتبول ما نجم الا نقبل. حبيت تعرض مثلا سيناريو معين شعباني في الاسبيرونس؟ انا كامل احترامي للمعين، زوز طموحين وزوز نخدموا على روحنا وزوز انا في بخير، وديجا معين شعباني اللي نحيي بالمناسبه نلقي شكون يسوتنيه وهكا النتائج ماشيه، معناتها حوايج معناتها يعمل في باركور اكسبسيونيل. انت ما لقيتش شكون يسوتنيك؟ لا مالوروزمون لا، جيتي سوتني سولمون من الجروب نتاع لي جوار ومن البوبليك نتاع لي تول. بالعكس فما شكون حاب يعرق رفيق المحمدي؟ يعرق لا، مي فما الهاجس نتاع يلزمنا نجيبو اونترنور كبير اجنبي. هذه موجوده ونحترم كل واحد تفكيره يوصل حتى الغادي، نحترم ما نجمش نقول اما نحترمه. اخلاقي ما تسمحليش باش ندخل في دي ديتاي كيفاش صارت الطريقه ونسيت سويت. يعني الحاجه اللي فرحان بها كوني خرجت بعلاقه ممتازه، علاقه احترام كبيره مع رئيس النادي، مع اللي موجودين الكل المسؤولين اللي تقاسمت معاهم برشا وقت، مع الملاعبيه الكل سونز اكسبسيون، مش حتى ملاعبي ما كلمش رفيق المحمدي. هذه حاجه تري امبورطون. تعملوا حاجه خايبه باش رفيق المحمدي غادر ليتوال؟ قلقتك انت؟ شوف يا سليم، انت حطيتني توا في اول بلاتو، اول بلاتو بالحق نحس فيه روحي كونه. اول حاجه من ثلاثة جمعات ونجم نقولوا حتى شهر مانيش صغير يعني في الكوره. اون طونك جوور لاعب من لي كاتيجوري الكل عامل 13 اون ديكيب سينيور، معناتها مقصدر عايش في استيريت ونعرف الجو ونعرف انسيت سويت. نشم في ريحه قله الثقه دايره بيا، حاسس كوني يروج على الانترنور. اما حتى واحد ما جاني فرانشمون قال لي رفيق باش نجيب انترنور من قبل. انا مشيت لرئيس الجمعيه سير ذا واقترحت عليه من قبل ما تصير التبديل بثلاث جمعات. قلت له سير ذا اذا تشوف كونه يلزم نجيب انترنور راني موجود، نهار تجيب انترنور شاف باش يخدم باش نكمل التجربه مع بعضنا مرحبا، شاف كونه نخرج على روحي راني نخرج على روحي ما عندي حتى مشكل. مي حاجه برك نقول لك، راني راجل وراه معايا رجال في الجروب ومالغري الفراغ اللي موجود توا رانا باش نكونوا فريمون في المستوى. قال لي خدم على روحك، ما عنديش التفكير هذا بالكل. راني جو معناتها جو سوي ديرير فو، اخدم على روحك وعلاش نمشي نجيب اني اونترنور اللي باش نجيبو مئات الملايين. تحس روحك تغدرت بعد تعيين مدرب جديد؟ مش من رئيس النادي. مشكور. من اللي يخموا واحنا قاعدين نربحوا وهم يخموا في جيب اونترنور. اما طون ميو، راني ما نكونش نقول لك حاجه ما عنديش حتى ريغري، اما علمتني حاجه برشا حوايج. يعني بالنسبه لي طون ميو اللي توا النجم هذا الساحلي عامل دو ماتش دو فيكتوار سور دو في الشامبيونز ليغ، خليني بوزيتيف على خاطر في الاخر. قول لي مش من رئيس النادي، رئيس النادي هو ياخذ ديسيزيون. اي لكن رئيس النادي وقتها في فتره استقاله جاته اقتراحات، جاته اسامي كبيره، الى في سون شو. اما فما حاجه مهمه، التونسي مستحيل باش تسمع به اونترنور كبير العربي بصفه عامه، مستحيل باش تلقى باش تلقاه اونترنور كبير في ايكيب اون ناسيونال في حتى بطوله اوروبيه، مستحيل. ونتحدى كل واحد يقول لي الكلام هذا. تشوف وفقه اداره تيتوال في التعيين؟ نفس الشيء التونسي، احنا مانيش قلقين لحظنا لبرا رغم لي كومبيتونس برغم كل شيء. نجي لبلادك تو في بروف تو تنفستي تعمل انفستيسمون اللي بالحق ما تحسبهاش والنتائج تبدا ماشيه، ما تقعد لنا عقدتك الاجنبي اللي اسمه تال وتال وتال. تشوف وفقت في التعيين تاع جاريدو اداره تيتوال ولا مازال بكري باش تحكم؟ كاسم اني بيدي كي شفت السي في نتاعو كي شفت اسمه نقول لك فرحت قدوم النجم هذا الساحلي بكل صدق. علاش ما بقيتش معاك؟ ما نجمش نحكم. والا خرجت من جلباب المساعد تشوف روحك كبرت على البوست هذي؟ با دي تو. يعني راني خدمت اون تون كونترونور برانسيبال في عده تجارب، وجاتني تجارب من بعد ما نخدم اونترنور برانسيبال باش نرجع ادجوان، ما عنديش حتى كومبلكس، ما عنديش المركب هذا بالمركب هذا بالكل. والله لو كورون ما تعداش بالكدا بيناتنا من نهار
حكيت وش حكيت من اول اي جوستومون مفيش فشنو مثلا شوف نهار اللي جاي لونترنور لافي كلمني سيريدا خد امورنا واضحه اني سامع الانفورماسيون دور كلمني سيريدا قال لي رفيق باش نجيب لونترنور اخر وراك انت تي مون برومي شوا اللي نحيي سيريدا اذا كانوا عنده حاجه يلوب عليا في كلامي مش صحيح ينجم يتصل ما عنديش حتى مشكل قال لي مي تي مون برومي شوا وهذا لونترنور باش يجي معاه بريباراتور فيزيك معاه شي ادجوان وانت باش تكون لو برومي اسيستون قلت له بارك الله فيك سيريدا يعطيك الصحه عفيق ونشوف لونترنور نقعد معاه بتاتر هو يقول لك لا يا رفيق كما اني نجم نقول لك لا ما نجمش نفهم معاه قاطع من حقي وسيريدا الى بيان بريسيزي باش تسمع اي انفورماسيون اي انفورماسيون تاخذها كان مني فوالا ما قعدتش مع المدرب من غدو جاء المدرب بديت الحصه التمرين نتاعي حتى حد معلمني كان المدرب باش يعمل حصه التمرين مازال فك الاجراءات الاداريه وما نعرفش شنو مع بعد نصف ساعه من انطلاق الحصه علموني كونه المدرب كونه رجع ما يحب يشوفني خرجت من التيران مشيت شفت سيريدا قال لي علاش بديت الماتش نسيت لونترمون وكذا فهمت لونترون يحب يريني قلت له كان موجود نجم يجي يا بروبليم ما نعرفش اني حتى حد معلمني كونه مازالش نبدا الحصه هذه الاشكاليه لونترون ما عجبتوش خذاها في دوغري اخرى ومشيت سلمت عليه ومعناتها رحبت به وتمنيت له النجاح والبينفي في النجم الرياضي الساحلي من بعد حكاه هو رجع معايا وشاف كونه معناتها الكونتاكت ما تعداش من الكذا بيني وبينه وشاف كونه باش يختار حد اخر كمساعد وهذه حاجه نحترمها. باهي شنو صار مع كريم حقي بالضبط؟ ما صارش حتى سوء تفاهم بيني وبين كريم راه. احنا نتواصلوا اني وكريم من نهار اللي جا حكيت معاه حكى معايا اعطيته اللي فما والكل بالعكس اعطاني من اكد انك مش تبقى وبعد نحاك وجاب مدرب جديد. اي اعطى انطباعات كبيره هو معناتها انطباعات باهي عليا فهمت حتى معايا اني وفي مش في معناتها في حضوري وفي غيابي حتى معايا اني وقت اللي طلبته باش نعملوا ليفالواسيون معناتها لايتي تري بوزيتيف تري كونستركتيف لكن من بعد تالي علمني كانوا جاب مدرب بون تفاجئت قلت له كنت نتمناها بطريقه اخرى اما هذا قرار نحترمه عندي التزامات ولا عندي حقوقي مع النادي ناخذ حقوقي ونقصد ربي على روحي وهذا اللي صار اما نهار اللي علمني كيف تقابلنا نويه سي كريم ما فماش حتى اشكاليه اللي صارت مع قله احترام من طرفه هو كتبت ستاتيو بعد نحيته علاش حسبي الله انا مالو كيد كتبت علاش كتبت وعلاش نحيته قديمه اي قديمه وقت كريم حقي الفتره هذيك وقتها اني سمعت لكن مازال ما علمنيش اوفيسيلمون اني حسيتها سمعتها ما سمعتهاش من تونس سمعتها من انا جون من برا فهمتني قلت تي حسيت بروحي تسرعت نحيته ما فيش حتى لوم ما فيش شنو فيه قلت الصوفي يتباع برزانية والصوفي يتباع برزانة في جمعيات الزربه لي كيماني ما نزربش ناخذ قراري سور لو تيران ولا لا في ولا فون في ولا في لي سيونس دونترمون ولا في الشوا نفس الشيء المسؤول مطالب باش يرزن شويه كريم خدا قرار جاب اونترنور احترمت قراره قلت له راني عبرت له كونه طريقه ما حبيتهاش تكون هكاك اما من بعد لي تقبلت القرار وقابلت رئيس النادي وعلمني كونه باش يحط لي في حقاتي وهذا اللي صار انك تنحيته وبعد رجعت ما تشوفش خايبه في حقك خايبه برشا مني قبلت على خاطر اللي دايرين بيا وقتها حاولوا يقنعوني كوني نداء الواجب وهذا الحاجه الوحيده اللي خلاتني نرجع وعفست على لي برينسيپ نتاعي وخذيتها بنداء واجب وخذيتها بحب للمجموعه نتاعي على خاطر لا رياكسيون اللي عملها جوريتي وقتها في لاريفي ولا في ديسيزيون تاع لونترينور هذاك كانت رياكسيون تري بوزيتيف الشارع الكل بكل صدق ونحترم العباد الكل اللي ساتنوني ولا وقفوا معايا توت لون دو لا بيريود اللي عديتها في سوسه من نهار اللي وصلت مع مسيو لومير ولا مع سي فوزي ولا مع ولا وحدي الناس الحمد لله محبه العباد ما كنتش نتصورها بالطريقه هذيك تلقائيه خليت فريمون الرجعه نتاعي تكون على خاطر لي زيليمون هذا. واضح يعطيك الصحه سي رفيق شرفتنا اليوم بحضورك وحدنا. عيشك بارك الله فيكم نتمنى زاد التوفيق لكم انتم في الخدمه الكبيره اللي تخدموا فيها. شكرا اكسبريس اف ام يعطيك الصحه. وبينتو. عيشك. التحق بي زميلي امير